الحمد لله محيي النفوس الحياة الأبدية، ما عاشت للحق أبية بوطنها برة تقية. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد ذي القلب الرحيم والخلق الكريم، فلدينه وقومه وأرضه من نفسه ود الأبرار وهمة الأحرار، صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله المهاجرين وأصحابه الأنصار، هم الكرار لا الفرار. حضرات المشاهدين الأكارم والمستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم بحول الله وحسن صونه وعونه في محبة الوطن. والقارئ للقرآن الكريم يلاحظ بجلاء أن الله تبارك وتعالى يقسم بالبلد، حيث يقول عز من قائل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. صدق الله العظيم. والمقصود بالبلد في هاتين الآيتين الكريمتين مكة المكرمة، الذي يتخذ معنى الموطن خاصة، ويدل كذلك على مكانة الوطن عامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان محبا لموطنه أي لمكة المكرمة، مثل ما تجلى ذلك في كامل حياته. وها هو عليه الصلاة والسلام يقف على مشارف مكة قبل أن يغادرها ويهاجر إلى المدينة المنورة، وينظر إليها بعينين دامعتين وبقلب متحسر على فراقها، ويخاطبها بقوله: والله إني أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أهلك أخرجوني منك ما تركتك. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن ما يشعر به من حسرة وأسى، وهو يفارق موطنه ومهبط الوحي مكة المكرمة. كما لم يختص هذا الأمر اللي هو محبة الأوطان بمحمد عليه الصلاة والسلام، بل نراه قد شمل كل الأنبياء والرسل. فنذكر على سبيل الذكر للحصر سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث يقول: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. حضرات المشاهدين الأكارم، من خلال ما تقدم من نصوص نتبين بجلاء أن ديننا الحنيف قد دعانا إلى محبة أوطاننا، وإلى أن صار حب الوطن من الإيمان. وهذه المحبة اليوم يستطيع المسلم ويستطيع كل مواطن أن يعبر عنها بطرق عديدة وبأساليب مختلفة، أولها الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الوطن، وعدم الإساءة إليه بقول ولا بفعل، لقوله تبارك وتعالى في سورة القصص: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. فالإسلام يربي المواطن على أن يكون عنصراً إيجابياً في بلده، ساعياً في البناء والتشييد والإعمار، بعيداً عن كل مظاهر التخريب والتدمير، وبذلك يكون عنصراً فاعلاً في مجتمعه. كذلك نعبر عن محبتنا لوطننا بتفانينا في العمل. والله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة:
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والدين قد دعانا إلى العمل، إلى العمل البناء الذي يعود على الفرد وعلى المجموعة الوطنية وعلى المجموعة الإنسانية بخير وفائدة. لذلك كان التعبير عن محبة الوطن من خلال العمل هو من أجلى وأرقى وأعلى المظاهر التي يعبر بها الإنسان عن صدق حبه لوطنه. فنتجنب بذلك الكسل والتواكل والخمول تحقيقاً لمصلحة البلاد العليا. ذلك أن الحفاظ على مكاسب البلاد بل العمل على تنميتها وتطويرها هو يكفل لنا الكرامة والعزة ولأجيالنا القادمة بحول الله تعالى، لأنهم سيجدون مواطن شغل وبالتالي يحققون هذه العزة التي جعلها الله تبارك وتعالى لكل بني آدم. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعمل فيه كرامة للإنسان، وفيه بعد عن المذلة والاستجداء والتسول، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو على مستوى المجموعات. كذلك نجسم محبتنا لوطننا في العمل على الحفاظ على مكاسبنا المادية على كل المؤسسات، وعدم تعريضها إلى التخريب والتدمير، وذلك لكي تبقى هذه المؤسسات كي تبقى لأجيالنا القادمة، فنحافظ عليها. وهذه المحافظة هي تعبير على محبتنا لوطننا. كذلك نجسم محبتنا لوطننا في الانكباب على طلب العلوم وشتى المعارف، إذ لا وجود فاعلا لمجتمع بين المجتمعات لا يتسابق أفراده في طلب العلم واكتساب الخبرات والتقنيات. وإن ثراء البلدان اليوم لم يعد يقاس بثرائها المادي، يعني شنو عندها من طاقات مادية، بل بذكاء أبنائها وقدرتهم على الإبداع والابتكار ومدى تفانيهم في العمل ومدى مواكبتهم لكل المستجدات على كل المستويات العلمية منها والطبية والتكنولوجية. حضرات المشاهدين الأكارم، إن الإقبال اليوم على طلب العلم والأخذ بناصية المعارف والعلوم لا هو من عناصر الارتقاء والتفاضل بين الأفراد وبين المجتمعات. وفي هذا يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ختاما حضرات المشاهدين الأكارم، ورد علينا سؤال من أحد الإخوة المشاهدين الأعزاء حول آداب الدعاء. ونحن نعلم أن هذه الأيام هي أيام مباركة عند الله تبارك وتعالى، وأيام شهر رمضان كلها هي مساحة زمنية لإجابة الدعوات ولإقالة العثرات ورفع الدرجات وحط السيئات. ربي يغفر لنا جميعا وربي يتقبل الدعاء متاعنا. فننصح الجميع بالإكثار من الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، خاصة في شهر رمضان المعظم. ف
فيحيي ليالي رمضان بقراءة القرآن الكريم وبالابتهال والتوجه إلى الله تبارك وتعالى بصالح الدعاء، كما الإنسان يعمر النهار متاعه تاع رمضان نهار الصيام يعمره بقراءة القرآن وبالعمل الصالح وبالعمل الدنيوي كذلك، هو من الأعمال الصالحة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذه كلها فيها أجر وثواب عند ربي سبحانه وتعالى. وربي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ولهنا هل الدعاء وقت اللي باش ندعيه ربي سبحانه وتعالى يلزم الإنسان يكون طاهر وإلا لا؟ حول هذه المسألة يسأل أخونا. فلهنا في الدعاء مش واجبة الطهارة، وإنما مطلوبة على وجه الاستحباب، يعني يستحب للإنسان أن يكون على طهارة وعلى وضوء وأن يستقبل كذلك القبلة وأن يستر عورته في الدعاء. فيعني الدعاء لهنا يعني الوضوء والطهارة هي مطلوبة على وجه الاستحباب. أما إذا كان الإنسان على غير وضوء، هو مش متوضي ويريد أن يدعو، مهوش محروم من الدعاء، وإنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء، وربي إن شاء الله يستجيب للجميع في كل ما يدعونه به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وأن يسبغ علينا من خيراته وبركاته ورحماته. اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقنا يا ربنا شدة المحن، واحمي الدين والوطن. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعل ذلك يا ربنا في ميزان حسناتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا يا ربنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا يا ربنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا يا ربنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا ربنا صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاءٍ قادمٍ بحول الله عز وجل.